يعني استمرارا لان احنا بشكل يومي ودائم بنتواصل مع حضراتكم وبنتكلم مع حضراتكم، احنا سعداء بصراحه بهذا الحوار المتبادل. النهارده سؤالنا ربما مرتبط بكل، مش هقول مصري، بكل بني ادم على كوكب الارض. الاحصاءات النهارده بتقول ان اعداد الهاتف المحمول في تزايد، وان الاعداد ربما زادت على اعداد او على اشتراكات الدول. يعني انت لو 100 مليون انت ممكن تلاقي اكتر من 100 مليون مشترك، وده امر طبيعي لان واحد فينا بيجيب خطه وخطين وخلافه. النهارده سؤالنا مرتبط بالموبايل، اللي احد المعلقين اللي كتبه يعني قال ان هو بقى جزء من اجزاء جسم الانسان، يعني لفت نظر التعليق. لو موبايلك ضاع منك اول حاجه هتفكر فيها ايه؟ هل هتفكر في الصور؟ هل هتفكر في دائره الاقرباء؟ هل هتفكر في التليفونات؟ هل هتفكر في فولدرات معينه؟ اعتقد يا هدير سؤال يعني كلنا ممكن نتعرض ليه، وكلنا بس اعتقد في حلول تكنولوجيه لبعض المشاكل، لكن يبقى في دايره برضو هي الأهم، هي عطلة. هو الأول كده بعد الشر علينا كلنا أن الموبايل يضيع، أعتقد أنه أول حاجة الواحد يفكر فيها لو تليفونه ضاع، لو رايح مع شغل أو رايح يقابل حد بالزبط. أنه يطمن الراجل ده أو الست اللي رايح يقابلها أنه جاي فعلا في معاده، لأنه الناس أول حاجة بتعملها ألو وصلت، أنت موجود في المكان، طب أنا جاي. ما اعتقدش ان دلوقتي حد بقى حافظ ارقام، فانا مش عارفه ممكن تتواصل ازاي مع الشخص ده. ممكن بقى عن طريق اي ابلكيشن تاني تقدر تتواصل معاه. طب هتتواصل بالابلكيشن ده ازاي؟ هتكلم مين عشان تتواصل؟ موبايل الحقيقه بقى ايدك ورجلك زي ما بيقولوا. ممكن كمان تحاول تطمن حد من اهلك لو معتاد ان هم يكلموك في وقت زي ده، علشان ما يلاقوش لو لقوا حد تاني بيرد عليهم، او لقوا اصلا التليفون مقفول. ناس كتير بتكون محتفظة بذكريات كتير على تليفونها، صور، أغاني، ومش كل الناس يعني عندها التعلم والتكنولوجي انها تكون محتفظة بهذه الذكريات على مثلا يعني كارت ميموري، علشان تنقل الحاجات دي على تليفون تاني بمجرد ما تقدر انها تجيب تليفون تاني. هو كده كده بعض الشر، لان دلوقتي محدش يستحمل ان تليفونه يضيع. انت تعمل ايه؟ انا فكرت في حاجة مهمة جدا، ان احنا بقناش نحفظ ارقام. دي مشكلة كبيرة. احنا الموبايل خلانا كسلانين ان انا محفظش رقم اقرب حد ليا. يعني انا كلنا خلاص حفظنا الحاجات بالاسم خلافه. مين فينا حافظ ارقام الدايرة الاولى بتاعته؟ وطلعوا كده شوفوا كده النسبة دي هتطلع كم المجتمع، هتلاقيها قليلة جدا. وده خطر، ده خطر، لان انت في لحظه من اللحظات ممكن تتعرض انك تبقى في مكان مش بتاعك، محتاج رقم في محافظه مش بتاعتك، ما عندكش حد خالص، وموبايلك ضاع. اول حاجه هتعملها ايه؟ لازم تبقى حافظ رقمين او ثلاثه من الارقام اللي هي الدايره الاولى بتاعتك. صح. يعني على اي حال سؤالنا يعني في مساحه واسعه جدا من الكلام معاكم، ودي اجمل حاجه في الموضوع. واعتقد انه ناس كتير هتكون بالفعل اتعرضت لموقف زي ده، ان التليفون يضيع، تبقى يعني مسافر بقى، عملت ايه بقى لما تليفونك ضاع؟ هتلاقوا السؤال ده موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه، نستعرضها معاكم النهارده على مدار حلقه صباح الخير يا مصر. صباح الفل على حضراتكم.